استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم، فقامت الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. ولدى وصول فخامة الرئيس البرازيلي جرت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، وعزف السلمان الوطني البرازيلي والملكي البحريني. على الشرف سلام جمهورية البرازيل الاتحادية وسلام مملكة البحرين. سلام. طف. Thank you.
الصوت هيد سلاح. شكرا سيد. ثم رحب فخامته بأعضاء الوفد البحريني، فيما رحب جلالة الملك المفدى بالوفد المرافق لفخامة الرئيس البرازيلي. بعدها عقد جلالة الملك المفدى جلسة مباحثات ثنائية مع فخامة الرئيس البرازيلي، تم خلالها استعراض علاقات التعاون والصداقة الطيبة الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين ووسائل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين. فيما أعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لجلالته على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى جهود جلالته في الارتقاء بعلاقات البلدين وتطويرها. بعد ذلك عقد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس البرازيلي جلسة المباحثات الموسعة بحضور الجانبين البحريني والبرازيلي، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى بإلقاء كلمة سامية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فخامة الرئيس جاير ميسياس بولسورانو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمته بهذه المناسبة. فخامة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا بداية الترحيب بكم ضيفاً كريماً وصديقاً مقرباً لمملكة البحرين، ونرحب كذلك بحرم فخامتكم والعائلة الكريمة والوفد المرافق لكم. ونود بهذه المناسبة الطيبة أن نعرب عن اعتزازنا البالغ بما تشهده علاقات الصداقة بين بلدينا من تطور ونمو في مختلف المجالات، وأننا لنعتبر هذه الزيارة الكريمة خطوة إلى الأمام لتعزيز تعاوننا وتقاربنا، ونهنئ فخامتكم على رعايتكم اليوم لافتتاح مقر سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية في المنام، متطلعين بدورنا للافتتاح الرسمي لسفارة مملكة البحرين في برازيليا قريبا، لما سيكون لذلك من أثر كبير على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية
ومصالحنا المشتركة. ونشيد في هذا الإطار بمصادقة فخامتكم على اتفاقية الخدمات الجوية بين بلدينا، ولما سيتم التوقيع عليه هذا اليوم لعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعد خير دليل على ما نصب له معكم لتوطيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة، وأنها لفرصة طيبة نجدد فيها تقديرنا لرعايتكم وحضوركم الكريم للحفل الذي أقامه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لتدشين إعلان مملكة البحرين في أمريكا الجنوبية، والذي كان بلدكم الصديق أول محطاته، وهو أمر يؤكد على ما نتفق حوله بضرورة الاستمرار في نشر قيم التسامح والتعايش والفكر المستنير ليعم الوئام والسلام لخير البشرية جمعاء. وختاماً، أننا فخامة الرئيس سعداء بزيارتكم التاريخية لمملكة البحرين، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نمنحكم أعلى وسام لدينا، ألا وهو وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، تقديراً واعتزازاً بجهودكم الطيبة في تقوية علاقاتنا الثنائية وروابط الصداقة للمزيد من التعاون والتقارب بين بلدينا الصديقين. ومرة أخرى نكرر الترحيب بفخامتكم وأعضاء الوفد المرافق، متمنين للجميع إقامة سعيدة في مملكة البحرين ولبلدكم الصديق دوام التقدم والرقي والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلقي الآن فخامة الرئيس جاير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم. السلام عليكم. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe as nossas nações. É com orgulho muito grande e honra que eu sou o primeiro chefe de Estado do Brasil a visitar o Bahrein. يسعدني ويشرفني أن أزور مملكة البحرين وألتقي بجلالة الملك للمرة الأولى. أشكر جلالة الملك وشعب البحرين على الترحيب الذي لقيناه في البحرين لعدة قرون. ونغتنم هذه الفرصة لافتتاح السفارة، لدينا سفير هنا، ونشكركم على كرم الضيافة التي استقبلنا، التي حظينا بها، سنتذكرها طوال الوقت. إن البحرين ومملكة البحرين افتتحت السفارة في البرازيل في العام 2018، كانت الخطوة الأولى في عملية التقريب، ونحن نفتتح سفارة من دواعي سرورنا أن نفتتح أيضا سفارتنا في إن البرازيل دولة هامة فيها الفرص الكثيرة، ونحن نتطور، لدينا تطور كبير في التجارة، ولدينا الشراكة مع مملكة البحرين، شراكة هامة جدا. نحن نطور يا جلالة الملك الشراكة المهمة التي تتجاوز الحوار السياسي، ونتطور بسرعة. إنما ينقصنا سوف نأخذه منكم، وما ينقصكم يمكنكم أن تحصلوا عليه منا في التبادلات الثنائية. لدينا التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات بين دولتينا.
إن البحرين تقع في قلوبنا. لقد حلمت كثيرا وتمنيت هذه الزيارة التاريخية، لدينا الكثير لكي نقدمه لبعضنا البعض، وخصوصا في السنوات الثلاثة الأخيرة. لدينا الكثير من الجهود المشتركة التي يمكن أن تزيد من التدفق ومن الاستثمارات، وكذلك لتعزيز شعبينا. أعتقد أن زيارتي هنا سنتذكرها دائما في قلوبنا. نحن لدينا نقاط تشابه كثيرة جدا، ما تحتاجونه موجود لدينا، ونمتلك في البرازيل قاعدة صناعية دفاعية موثوقة كبيرة، ولدينا كثيرون من العرب يعيشون لدينا في البرازيل. لدينا العديد من الوزراء هنا في هذا الاجتماع، ونحن سنوقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لكي نستفيد من هذه الشراكة. وأغتنم وشكرا جزيلا يا صاحب الجلالة، وشكرا للجميع. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الممتازة إلى فخامة الرئيس جاير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. كما يتفضل جلالة الملك المفدى يرعاه الله بمنح وسام البحرين من الدرجة الأولى إلى حرم فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. ويمنح فخامة السيد جاير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية قلادة وسام الصليب الوطني الجنوبي إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. يتفضل الآن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتكريم الفائزين في بطولة العالم للجيوجيستو. علي سينا منفردي، وسام البحرين. الشيخ محمد بن سعود الخليفة، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. الدكتور أحمد عبد الحميد العرادي، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. بدر جمال الدوسري، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. صغرى عبد الرزاق مبارك، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. حسن مكي عبد الله، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. وبهذه المناسبة يقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله هدية تذكارية إلى رئيس البرازيل. وبحضور حضرة صاحب الجلالة وضيف البلاد الكريم، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل، وهي اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، والذي يهدف إلى تيسير سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وذلك عبر السماح لهم بدخول أراضي كلا الطرفين والخروج منها أو العبور من خلالها أو الإقامة فيها دون تأشيرة، حيث وقعه عن الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، فيما وقعه عن الجانب البرازيلي سعادة السيد كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا وزير الخارجية.
مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية ومعهد ريو برانكو التابع لوزارة خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، والتي تهدف إلى التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالبحوث الأكاديمية والدورات والندوات والأنشطة الأكاديمية والتعليمية والتدريبية، حيث وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، فيما وقعها عن الجانب البرازيلي سعادة السيد كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا وزير الخارجية. مذكرة تفاهم في مجال التعاون الرياضي بين وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين والأمانة الخاصة للرياضة بوزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرياضة عن طريق تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في مجال الرياضة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج الرياضية، حيث وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، فيما وقعها عن الجانب البرازيلي سعادة السيد كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا وزير الخارجية. مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال التعاون الثقافي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الطرفين، وذلك لتطوير المبادلات المشتركة بينهما من خلال تبادل الوثائق والمعلومات والمنشورات المتعلقة بالجوانب الثقافية، حيث وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، فيما وقعها عن الجانب البرازيلي سعادة السيد ماريو فرياس السكرتير الخاص للثقافة. مذكرة التفاهم بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ووزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان بجمهورية البرازيل الاتحادية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك عن طريق تقوية إطار علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل بين الجانبين، على أن يتم تنظيم فعاليات مشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث وقعها عن الجانب البحريني معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فيما وقعها عن الجانب البرازيلي سعادة السيد كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا وزير الخارجية. وقد بارك جلالة العاهل المفدى وفخامة الرئيس البرازيلي التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين الصديقين. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية البرازيل والوفد المرافق، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس بعثة الشرف.